طبعا إلى جانب عملي في المجال الهندسة المعمارية، عملي في المنتجات الخشبية كان هواية عندي في مراحل الدراسة وما قبل الجامعة، فطورته ونميته بعد مرحلة التخرج إلى جانب عملي في الهندسة المعمارية، على أساس أنه أحيط بجوانب مختلفة، ولقيت أنه في عندي إمكانية في هذا المجال، فسعيت لتطويره على أساس يزود قدراتي وأعمالي اليومية. عندنا بننتج المنتجات بنستخدمها في حياتنا اليومية، من أدوات منزلية، أدوات مكتبية، منتجات ترويجية للمطابع والشركات، ألعاب للأطفال، نماذج للمشاريع. نعمل كمان بنقدم خدمات التصميم وخدمات الصيانة لمختلف المنتجات اليومية. الخشب هو يعني مادة جميلة جدا في العمل، يعني بنتميز فيها بعملنا بالأخشاب الطبيعية، فكل قطعة بتكون مميزة بذاتها عن الأخرى. والخشب كمان يعني مادة سهل التعامل معها، بتعطينا أشكال متنوعة على حسب الحاجة التصميمية إلها. لا، الإقبال رائع الصراحة، يعني في الناس بتحب منتجاتنا وبتفضلها، واللي بياخد منا مرة وبيرجع ياخد مرة والتانية. كمان بنتعامل مع ناس أخذوا منا لخارج غزة، يعني كانوا بيوصوا الزباين يجوا يجيبوا لهم قطع من عنا عشان يوصلوها لهم للخارج. كمان تعاملنا مع محلات تجارية يعني لتوزيع أعمالنا. احنا بنطمح إن شاء الله إنه نطور عملنا ونكبر ونصير مشروع كبير على مستوى الوطن، ويكون عندنا القدرة على إنتاج جميع المنتجات الخشبية والمعدنية والبلاستيكية اللي تكفي احتياجاتنا المحلية، ونكون قادرين على التصدير للأسواق العالمية. هناك حط على الضغط.